التصويت على إقالة السيد المحافظ. بإجماع الحاضرين من أعضائه صوت مجلس محافظة ذي قار على إقالة المحافظ يحيى الناصري بعد استجوابه غيابيا في ثاني جلسة استثنائية يعقدها المجلس ولم يحضرها الناصري، واكتفى بإرسال أجوبته للمجلس عبر كتاب رسمي شكك فيه بقانونية الاستجواب أيضا. جلسة مجلس المحافظة المخصصة لاستجواب السيد محافظ ذي قار، السيد المحافظ لم يحضر وكان التصويت غيابيا، وتلون الأسئلة اللي هي 26 سؤال كمستجوبين، وبالتالي أصير إلى التصويت إلى عدم القناعة. أجوبة المحافظ المرسلة بكتاب رسمي لم يسمح رئيس الجلسة بقراءتها رغم طلب بعض أعضاء المجلس. فيما تحدث أعضاء في الجلسة عن تلقيهم تهديدات في حال عدم حضور الجلسة دون الإشارة إلى الجهة التي هددتهم. يعني لم نلمس بشكل مباشر هناك تهديدات أو ضغوط، ولم يشتكي أغلبية السيدات والسادة أعضاء المجلس حول هذه الضغوط والتهديدات ما عدا عضو مجلس واحد، وطلبنا منه تقديم الدليل واسم الذي هدده لتكون هناك إجراءات قانونية. ويرى مواطنون أن إقالة المحافظ قد تأخرت كثيرا في ظل نقص الخدمات التي تعاني منها المحافظة. إقالة محافظ ذي قار هي المفروض تكون يعني مو بهذا الوقت، زين وقت متقدم، لأنه رجل حقيقة يعني ما قدم الخدمة إلى هذه المحافظة. هي المرة الثانية التي يقيل فيها المجلس محافظ ذي قار يحيى الناصري الذي أعادته محكمة القضاء الإداري بسبب خرق قانوني. جلسة الإقالة الثانية لم يحضرها الناصري لعدم قانونيتها كما يقول، فهل ستعاد الكرة مرة أخرى؟ المجلس يقيل والمحكمة تعيد. من الناصرية أحمد السعيدي، الحرة.